السلام عليكم، معاكم إبراهيم حسان، ودي المحاضرة رقم 15 في سلسلة شرح CIE منهج 2020. حابب بس أوضح نقطتين. تمام، النقطة الأولانية إن أنا لما بقول إن وفقا لمنهج 2020، ده مش معناه إن إحنا دلوقتي في 22 في المنهج اتغير، لا خالص، بس هي الإديشن اللي إحنا شغالين منها دي الإديشن بتاعة 2020 للكتاب اللي إحنا شغالين منه. إنما المنهج بتاع الـ CIA اللي صادر عن الـ IIA معهد المراجعين الداخليين، المنهج أصلاً ما اتغيرش أو ما حصلش فيه تغيير على ما أتذكر من 2019. فإحنا بس 2020 و21 و22 دي مجرد بتبقى اختلاف إديشنز بتاعة الكتاب. طيب، النقطة التانية إن أنا حابب أوضحها إن أنا حالياً دلوقتي برفع فيديوهات، بحاول ان انا ارفع اعيد رفع الفيديوهات مره تانية على اليوتيوب. تمام، بعد ما كان حصل مشكله والفيديوهات اتحذفت، بس طبعا علشان يعني ايه احاول او ما يبقاش في مشكله، فانا بقص او بعرض بس الجزء في الفيديوهات القديمه، الجزء بس او السكرين اللي انا ببقى ظاهر فيها. يعني معلش استحملوني شويه، فهبقى انا ظاهر ايه واخد الشاشه كلها. ده طبعا اللي حاببي او الناس اللي حابه تتعامل على اليوتيوب، انا علشان يبقى موجود على اليوتيوب وعلى التليجرام، فاللي حابب ان هو يتعامل ويكمل على التليجرام تمام، والدنيا بتترفع عليه الفيديوهات كامله ما فيهاش اي قصة او اي حاجه. لو عاوز على حد حابب يتعامل على اليوتيوب او يتفرج على اليوتيوب، فهيلاقي بس في الفيديوهات القديمه السكرين بتاعتي بس هي اللي ظاهره، انما الكتاب اللي احنا شغالين منه الصوره مش ظاهره. يقدر هو يتابع لو الكتاب اكيد معاه او طبعه، يتابع من الكتاب وهيلاقيني بقول نفس الكلام اللي في الكتاب لو هو شغال من نفس الاديشن اللي هي 2020. ان شاء الله من الفيديوهات الجديده خلاص احنا يعني ايه بنحاول ان هو يبقى هنا وهنا الاثنين موجودين في التليجرام وفي اليوتيوب، وان كيس ان حصل اي حاجه على اليوتيوب كده كده التليجرام انا بحاول ارفع عليه اول باول. احنا المحاضرة النهاردة بتاعتنا خفيفة خالص بسيطة، انا عارف المحاضرة المرة اللي فاتت كانت تقيلة شوية، فان شاء الله النهاردة احنا هنخلص اليونت 4 ونبتدي بعد كده في يونت 5. ان شاء الله النهاردة معانا ايزو 31000، ايزو 31000 ريسك مانجمنت فريم ورك. ده عبارة عن ايزو 31000، واكيد بنسمع اسمه كتير، عبارة عن اطار لادارة المخاطر. اطار لادارة المخاطر يعني بيقول لنا ايز واحد من وفقا لواحد لايز 31000 للمعيار ده، يعني ازاي يبقى في اطار لعمليه اداره المخاطر، ازاي نعمل عمليه اداره المخاطر، ازاي نقيم عمليه اداره المخاطر. يعني بيجيب لنا شويه طرق كده جميله ولذيذه وظريفه، وايز 31000 ده من الحاجات المهمه جدا واللي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا واحنا بنذاكر، علشان بيجي فيه اسئله كتيره في الامتحان. طيب، ايزو 31000 Principles, Framework and Process is a principles-based approach to risk management. It uses 11 principles that are the foundation for an effective risk management process. الـ standard ده، المعيار ده، معيار الـ ISO 31000 بيعتمد على 11 principles. 11 principles. الـ 11 principles دول هم اللي بيؤسسوا الفاونديشن بتاعت اي effective risk management، اي عملية risk management لازم علشان تكون فعالة وعلشان تكون عملية ادارة مخاطر ناجحة لازم يتوفر فيها ال 11 عنصر دول. انت تقدر تعمل التقييم ده على عملية ادارة المخاطر عندك في المؤسسة اللي انت شغال فيها، شوف هل فيها ال 11 عنصر دول ولا لا. وده اللي احنا هنشوفه كمان شوية مع عملية التقييم، ان احنا هنستخدم بالفعل الطريقة دي في تقييم عملية إدارة المخاطر. طيب خلينا نفهم الأول قبل ما نوصل لعملية التقييم. تمام، لازم ال 11 عنصر دول يكونوا متوفرين في عملية إدارة المخاطر عشان تكون عملية إدارة مخاطر ناجحة. طيب إيه هي العناصر ديت؟ أول حاجة creates and protects value. الريسك مانجمنت دي كلها كده البرنسبلز دي عباره عن خصائص لازم ان هي تكون موجوده في عمليه الريسك مانجمنت عشان اقدر اقول ان دي عمليه ريسك مانجمنت ناجحه.
فاول حاجه ان الريسك مانجمنت بروسيس لازم تكرييت اند بروتكت الفاليو. لازم، احنا قلنا ان الريسك مانجمنت دي انا بعمل عمليه اداره مخاطر علشان انا عندي اهداف عايز احقق الاهداف بتاعتي، بغض النظر عن طبيعه الاهداف ديت، وبغض النظر عن ان الاهداف ديت طويله المدى ولا قصيره المدى او اي شكل من اشكال التنوع او الاختلاف في الاهداف، فانا بدير المخاطر بتاعتي دي علشان اقدر احقق اهدافي، ومن ثم اقدر احقق استراتيجيتي، ومن ثم اقدر احقق الميشن واسعى للفيجن بتاعتي. فهي دي الفاليو. فانا لو عندي ريسك مانجمنت ناجحه يبقى اذا كده انا اقدر اكرييت وبروتكت الايه فاليو. اذا ان انتجرال بارت اوف اورجانيزيشنال بروسيسز، لازم عمليه الريسك مانجمنت تبقى ضمن عمليات المؤسسه، يعني ما تبقاش ستاند الون، ما تبقاش المؤسسه بالاوبريشنز بتاعتها بالبروسيسز بتاعتها كلها في حته والريسك مانجمنت في حته ثانيه. لا، لازم تبقى امبيدد وتبقى انتجرال مع البروسيسز اللي في الاورجانيزيشن. لازم كمان الريسك مانجمنت تبقى از بارت اوف ديسيشن ميكنج، تبقى جزء من عمليه اتخاذ القرار، والا يبقى ايه لازمتها؟ ما انا لو مع عمليه الريسك مانجمنت قالت لي لا والله الانفستمنت ده سو ريسكي، مش في الابيتايت بتاعنا، ما ينفعش ان احنا ندخل فيه، ورغم كده ناخد ديسيشن بان احنا ندخل في الانفستمنت ده ومن بعديها يحصل مشاكل ونخسر، يبقى انا كده كانت ايه لازمه عمليه الريسك مانجمنت؟ دي كده ان افكتيف ريسك مانجمنت بروسيس. علشان يبقى عندي افكتيف ريسك مانجمنت بروسيس لازم تبقى بارت اوف ديسيشن ميكنج. رابع حاجه اكسبليسيتي ادريسز انسرتينيتي، اكيد ودي صفه اساسيه في عمليه اداره المخاطر، ان هي اصلا جايه علشان تتعامل وعلشان تعالج لي عمليه عدم التاكد. انا والله عايز عندي قرارين، مش عارف اخد القرار ده ولا القرار ده، لان انا مش متاكد القرار ده نتائجه هتبقى ايه ولا ده نتائجه هتبقى ايه، فبالتالي ببتدي اشتغل ريسك مانجمنت، اقول طب وانا لو القرار ده خدته ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني، وده ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني، وابتدي اخد الكنترولز بتاعتي. فبالتالي هي دي، او انا كده شغال افكتيف ريسك مانجمنت، عمليه ريسك مانجمنت صح. عشان كده بنقول ان الريسك مانجمنت بتيجي عشان تتعامل وبتعالج الانسرتينتي. ريسك مانجمنت بروسيس المفروض ان هي تكون از سيستماتيك ستراكتشرد اند تايملي، سيستماتيك ستراكتشرد اند تايملي، عمليه منظمه وعمليه يعني الدايمنشن التايم دايمنشن فيها ليه وقت وليه تاثير كبير. انا دلوقتي اولا عمليه سيستماتيك وستراكتشرد، يعني انا في عندي اطار، يعني في عندي اطار، في عندي بروسيس، واحنا هنشوف الكلام ده مش ماشي كده بالحب، لا انا في عندي خطوات منظمه ومحدده بعتمد عليها في اداره المخاطر اللي بتواجه الاورجانيزيشن. تمام. طيب بالنسبه ان هي تايملي، ان انا عمليه الريسك مانجمنت عندي لازم تبقى تايملي، لان انا الديسيشن ميكنج عندي عمليه اتخاذ القرار، هل هي عمليه معاها وقت براحتها ولا لا، ده انا في قرارات لازم اخدها في وقت سريع جدا وفي وقت محدود جدا او في وقت ملائم مع حدث معين، اكيد الوقت مش مفتوح معايا. بالتالي عمليه اداره المخاطر نفس الكلام، لان عمليه اداره المخاطر هي اللي هتديني الانبوت اللي هعتمد عليها في اتخاذ القرار. فبالتالي لو انا مزنوق في الوقت عشان اخد القرار، يبقى انا كمان برضو معايا وقت محدود لازم استغله بشكل جيد عمليه اداره المخاطر. is based on the best available information، لازم علشان اديك اوتبوت مظبوط تديني انبوت مظبوط، فلازم علشان اديك نتائج لاداره المخاطر جيده وملائمه، لازم بالتالي المعلومات اللي تعتمد عليها عمليه اداره المخاطر تبقى معلومات ملائمه وجيده. is tailored to each organization، وده principle مهم جدا جدا جدا. tailored يعني ايه to each organization؟ tailored يعني بالبلدي كده متأيفه وتتأيف وتتكيف، عارف كده لما تروح كده لحد يعمل لك بدله
ويبتدي كده يظبطها لك من هنا ومن هنا ويجسمها عليك، بيعمل لها الايه ان هي تبقى تيلرد، تبقى متأيفة. فهي عملية الريسك مانجمنت لازم تبقى متأيفة ومتفصلة لكل مؤسسة، مش هو إطار واحد يمشي على الكل، لا، وارد يمشي على 2 3 4 5، إنما في 6 7 8 9 ما يمشيش عليهم. فأنا عايزها تبقى عايز الإطار أو عملية الريسك مانجمنت اللي هستخدمها تبقى ملائمة لكل مؤسسة، لأن كل مؤسسة ليها ظروف بتختلف عن الأخرى، وليها طبيعة نشاط وطبيعة عاملين وطبيعة اندستري وطبيعة ماركت وطبيعة سايز وطبيعة ستراكتشر وطبيعة ليجاليتي. كل الحاجات دي والعناصر دي هتفرق معايا وانا بختار الريسك مانجمنت بروسيس اللي هشتغل بيها. تمام؟ طيب، consider the human and cultural factors. اكيد الريسك مانجمنت بتاخد في اعتبارها عنصر البشري وعنصر الثقافة اللي موجود في الاورجنايزيشن، تمام، وبالتالي بتتعامل مع الناس بناء عليه. يعني انا مش هاجي مع مؤسسة لسه على الابيض، ما يعرفوش يعني ايه العاملين اللي فيها، ما يعرفوش يعني ايه ريسك اصلا، يعني الكلمة دي في حد ذاتها مش مفهومة بالنسبة لهم، ولا يعني ايه كنترول. وهتيجي عملية او الريسك مانجمنت تتعامل في المؤسسة دي زيها زي المؤسسة الهاي ماتيوريتي اللي الناس او الموظفين فيري اوير وعندهم الكونسبت وعندهم الوعي التام يعني ايه ريسك ويعني ايه كنترول. اكيد وانا هنا بتعامل غير وانا بتعامل هنا كريسك مانجمنت، كعملية ريسك مانجمنت. طيب، is transparent and inclusive. تمام، عملية إدارة المخاطر طبعا لازم تبقى عملية زي ما قلنا كانت انتجرال مع المؤسسة كلها، فهي شاملة لجميع نواحي المؤسسة وجميع المخاطر اللي بتتعرض ليها المؤسسة، وإن هي بتبقى عملية ترانسبيرنت، يعني عملية كل العاملين عارفينها وفيها شفافية، كل الناس فاهمة ده بيتعمل ليه، وإحنا بنرجح القرار ده خدناه ليه، والاستثمار ده لأ لما اترفض اترفض ليه، علشان ده اوت الابيتايت بتاعنا، او ده كويس، او يعني يبقى فيه شفافيه وفيه وضوح وفيه شموليه لنواحي المؤسسه كامله. is dynamic repetitive and responsive to change. تمام، مش عمليه ثابته، مش عمليه يعني خلاص بنعمل، احنا حطينا اطار لاداره المخاطر وقلنا يا جماعه احنا عشان ندير مخاطرنا هنعمل 1 2 3 بس خلاص، ونفضل قاعدين بقى على 1 2 3 دول 10 سنين قدام. لا خالص، عمليه اداره المخاطر علشان تكون عمليه ناجحه وعلشان تكون effective risk management لازم تبقى dynamic، لازم تكون changeable، وعندها الريسبونس دايما لاي تشينج بتحصل. والله انا كنت حاطط 1 2 3 علشان في معطيات معينه، طيب لما المعطيات دي اتغيرت الواحد اتنين تلاته دي مش هتتغير، وارد تتغير وارد تكون ثابته، بس بعد ما اعمل الاسسمنت كده بتاعي والاقي لا والله انا كده الريسك مانجمنت عندي تمام حتى في ظل الظروف اللي حصلت دي مفيش مشكله، وارد تفضل ماشيه زي ما هي عادي، وارد تقول لا والله انا محتاج اغير حاجه معينه، محتاج في يعني سيكونس معين، انا بدل ما كنت هعمل اي بي سي لا انا هعمل سي بي اي وات ايفر. بس انا عمليه الريسك مانجمنت لازم تكون عشان عمليه ناجحه ان هي تكون دايناميك. اخر حاجه ان هي ان الريسك مانجمنت لازم تبروموت كونتينيوس امبروفمنت. خلاص، مفيش وضع امثل للريسك مانجمنت ان احنا نقول يا جماعه اللي عمل ده كده خلاص قفل وجاب ال 100%، لا خالص، دايما في عندنا continuous improvement. كده دول 11 principles بيمثلوا الاساس لاي effective risk management. عايزكم تركزوا معايا، تمام، عشان احنا في عندنا principles، في عندنا framework، في عندنا processes او process. تمام، a risk management framework is a set of components. هيبتدي بقى احنا خلاص خلصنا البرنسبلز،
اتكلم عن الفريم ورك. A risk management framework is a set of components that provide the foundations and organizational arrangement for designing, implementing, monitoring, reviewing, and continually improving risk management throughout the organization. The framework, the ISO risk management framework, consists of the following five components. احنا قلنا في عندنا principles. البرنسبلز دي كده في العموم المعيار بيقول يا جماعه والله اي عمليه اداره مخاطر ناجحه لازم تعتمد على 11 مبدا او 11 عنصر، دول اللي هيخلوا عمليه اداره المخاطر ناجحه. تمام، طيب بعد كده بقى راح ده كده الكلام في العموم. تمام، بعد كده راح الايزو بقى بيقول طب انا ممكن اديكوا شكل للفريم ورك لريسك مانجمنت. الفريم ورك بتاعي اللي انا هعرضه بيتكون من خمس عناصر، خمسة كومبوننت. ايه هم بقى الفايف كومبوننت؟ اول حاجة a mandate and commitment by the board and senior management ensure that risk management processes are consistent with the organization's objectives and sufficient resources have been committed toward its success. مسؤولية البورد والإدارة إن هم يتأكدوا من إن الـ risk management process عندي align مع الـ organization objectives ومتوافقة مع أهدافي أنا كمؤسسة، وإن أنا فعلا بستخدم الـ resources أفضل استخدام بما يحقق لي تحقيق أهدافي أو النجاح في تحقيق أهدافي. دي كده الـ first component. طيب تاني حاجة إيه؟ The design of a framework for managing risk ensures a foundation is established for effective risk management processes. The design of a framework for managing risk ensuring a foundation is established for effective risk management processes. This foundation involves. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ان انا مجرد اني لما بعمل ديزاين للفريم ورك فور ريسك مانجمنت انا كده الى حد ما عملت ايه ان انشور ان الفاونديشن بتاع الريسك مانجمنت بروسيسز استابليشد. يعني ان انا دلوقتي لما بعمل ديزاين للفريم ورك للريسك مانجمنت فريم ورك انا كده بقدر كبير خلاص انا حطيت حجر الاساس. عمليه الديزاين ان انا ديزاين فريم ورك ريسك مانجمنت فريم ورك فانا كده بقدر كبير حطيت حجر الاساس اللي انا بناء عليه هقدر بعد كده اشتغل. طيب الفريم ورك ده لازم يبقى احنا قلنا الفريم ورك ده فيه 5 كومبوننت صح كده؟ تمام. طيب الفاونديشن بقى ان انا قلنا اول حاجه خلاص مسؤوليه الاداره والبورد ان هم يتاكدوا من الفريم ورك مع الاوبجكتيفز. تاني حاجة إن الفريم ورك ده هيقدم لي الفاونديشن بتاع الريسك مانجمنت. هيقدم لي الفاونديشن بتاع الريسك مانجمنت. طيب الفاونديشن ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن الست نقط دول. أول حاجة understanding the organization and its context. أكيد وأنا بعمل ريسك مانجمنت فريم ورك لازم أفهم كويس قوي الأورجنايزيشن والكونتكست بتاعنا، وقلنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده. establishing a risk management policy لازم يبقى فيه بعمل policy للrisk management عندي في المؤسسة. delegating accountability and authority بعمل delegation للaccountability والauthority، ولازم طالما بعمل delegation لحد يعني ال delegation ده يعني تفويض للصلاحيات. تفويض للصلاحيات ده بيشجع ان انا يعني حاجات كتير قوي بدل ما تبقى القرارات كلها والصلاحيات كلها مع مثلا شخص او شخصين في المؤسسة، لا بالعكس انا ببتدي اعمل تفويض للصلاحيات. بيشجع الكوادر والعاملين كل واحد لما يحس كده ان هو بقى يشارك في عمليه اتخاذ القرار، بيشيل الحمل من على المسؤولين الاساسيين اللي هم معاهم او كانت مجتمعه معاهم كل الصلاحيات. بيبتدي يخلق حاله من عدم الروتين ان هو كل موظف بيجي يعمل هو 1 2 3، لا بالتالي انا بدخل له صلاحيات جديده. بس خلي بالك طالما عملت لك تفويض للصلاحيات واديتك اوثوريتي يبقى لازم قدامها هيبقى فيه accountability، هتبقى مساءل قدامي. تمام.
رابع حاجة integrating risk management into organizational processes. ان الريسك مانجمنت تبقى ان يعني ماشي نفس الكلام اللي احنا قلناه في انتجريشن ما بينها وما بين الاورجنايزيشنال بروسيسز. السلام عليكم، ده فيديو مكمل للمحاضره اللي احنا لسه شغالين فيها، بس اضطرينا ان احنا ننهي الفيديو اللي فات وده فيديو جديد. كنا بنتكلم عن الديزاين اوف فريم ورك في مانجينج ريسك، وكنا وقفنا عند انتجريتنج ريسك مانجمنت انتو اورجنايزيشنال processes. ان لازم ان عمليه ريسك مانجمنت تبقى انتجريتنج مع العمليات اللي موجوده في المؤسسه. بعد كده allocating the necessary resources، لازم يتم توفير الموارد اللازمه والكافيه علشان عمليه الريسك مانجمنت تقدر ان هي تكون عمليه فعاله، او ان هي تأدي بالشكل المطلوب والنتائج المطلوبة. Establishing internal and external communication and reporting methods. أكيد الـ reporting وفقا للمتطلبات سواء internal أو external reporting. Implementing risk management assists the organization to achieve its objectives. أكيد أنا لما هطبق risk management عملية إدارة المخاطر ده هيساعد بشكل كبير جدا إن إحنا نأتشيف الأوبجكتيفز بتاعتنا. Monitoring and review of the framework assesses the effectiveness of risk management processes. عملية المونيترنج والريفيو بتأسس الإفكتيفنس لعمليات إدارة المخاطر. أنا لما دايما أبقى بعمل مونيترنج وبعمل ريفيو، لو حصل عندي أي مشكلة، عندي اي قصور في اي ناحيه من نواحي عمليات اداره المخاطر هقدر اكتشفها. كل ما تكون المونيتورنج بتاعي والريفيو بتاعي بشكل مستمر او بشكل دوري، اقدر اكتشف المشكله دي او القصور ده في اقرب وقت. Continual improvement of the framework ensure the long-term effectiveness of risk management processes. احنا مش مجرد نعمل فريمورك للريسك مانجمنت وخلاص كده ونركنه على جنب، لا ده لازم يبقى فيه كونتينوال امبروفمنت، لان انا اكيد في عندي كونتينوال تشينجز، في دايما تغيير، في دايما نيو تكنولوجي، في نيو ستراكشر، في نيو ريسكس. طالما في نيو يبقى في تشينجز، طالما في تشينجز يبقى لازم مطلوب كونتينوال امبروفمنت. ISO 31000 risk management process consists of the following 7 elements. احنا اتكلمنا عن هنا، كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن الفريمورك. نتكلم عن الفريمورك. هنا اتكلمنا عن البرنسبلز، واحنا قلنا ان احنا هنتناول 3 نقاط، البرنسبلز وقلناها وشرحناها، الفريمورك بتاع ايزو 31000، بعد كده البروسس العمليه نفسها. العمليه نفسها بتتكون من 7 عناصر وهم كالاتي، ولازم تبقى مفرق يعني عشان الكلام كله شبه بعضه، بس انت حاول بقدر الامكان تفهم الـ كل حاجه يعني دي تبع لايه. وكل ما بنبقى من بره يعني البرنسبلز هتلاقيها بشكل عام، الفريم ورك هتلاقيه ابتدى يدخل بالتفصيل سنه بس سنه، انما البروسس هتبقى هي مور ديتيلز، هي دي اللي المفروض انها تبقى specific اكتر. Communication and consultation requires ongoing structured communication and consultation with those affected by the organization's operations. تمام، لازم يبقى في communication بشكل مستمر وبشكل منظم ومهيكل مع those affected by the organization's operations. كل الناس اللي بتتأثر أو بتتعامل مع المؤسسة، أكيد اللي هم الستيك هولدرز في العموم، كل واحد منهم عنده requirements، كل واحد محتاج شكل معين من المعلومات، شكل معين من الريبورت، شكل معين من الكوميونيكيشنز. فبالتالي أنا لازم أكون واخد ده في حسباني، وان تكون عمليه الكوميونيكيشن دي عمليه اون جوينج، عمليه مستمره،
عمليه structured، يعني structured دي يعني ايه؟ يعني حاجه كده متحدده متأيفه متهيكله ومظبوطه، مش بشكل عشوائي مش random. Establishing the context identifies and understands the external and internal factors that will influence the organization's risk management. لازم افهم الكونتكست اللي هيخليني اقدر احدد وافهم العوامل الاكسترنال والانترنال اللي هتاثر على عمليه اداره المخاطر. وكنا اتكلمنا قبل كده عن الايدنتيفيكيشن اوف كونتكست في الريسك يونت، نفس اليونت الريسك مانجمنت، بس احنا بنتكلم عن الريسك مانجمنت فوق. This element also considers the organization's risk appetite and risk tolerance levels. وده كمان هيكفر معايا ان انا لازم هنا ابقى محدد وفاهم وعارف المؤسسة ديت الريسك appetite بتاعها ايه والريسك tolerance بتاعها ايه. فانا الفاكتورز دي لما ابقى فاهمها، الانترنال فاكتورز والاكسترنال فاكتورز اللي هتؤثر في عملية الريسك مانجمنت، اقدر ان انا يعني اقدم او اعمل عملية ريسك مانجمنت مظبوطة. يعني انا عايزين نقول ايه مثلا؟ يعني لو جبنا مؤسسة زي جوجل مثلا، مؤسسة زي مرسيدس، المؤسسات العملاقة في شتى المجالات وفي شتى الصناعات، اكيد في عندهم عملية ريسك مانجمنت صح؟ هل عملية الريسك مانجمنت هتبقى مع نفس درجة ماتيوريتي مؤسسة تانية، وليكن مثلا سوبر ماركت مش عارف الامل، اي ما يكون، هل عملية الريسك مانجمنت هنا زي عملية الريسك مانجمنت هنا؟ المفروض اصل خلي بالك عملية الريسك مانجمنت في حد ذاتها هي ستيبس، مجموعة من الستيبس اللي ثابتة ومش بتتغير، تمام مظبوط. ولكن الانترنال والاكسترنال فاكتورز اللي موجودة في كل كونتكست، الكونتكست هنا غير الكونتكست هنا غير الكونتكست هنا، هي دي اللي بتؤثر في شكل عملية إدارة المخاطر. لا ده هنا محتاج، انا هنا كده في مؤسسة اكس محتاج عملية إدارة المخاطر تكون عملية منضبطة جدا وفورمال جدا ورسمية جدا وعملاقة جدا، في حين ممكن في مجال تاني في مكان تاني وفقا للكونتكست بتاع المؤسسة، لا انا محتاج يدوبك شخص واحد بس يقوم بعملية إدارة المخاطر دي، ومش شرط يكون بشكل فورمال او يعني اي ما تكون الاختلافات عامله ازاي. فعشان كده ان انا افهم الكونتكست المحيط بالمؤسسه والانترنال والاكسترنال فاكتورز، ده شيء بيؤثر بشكل كبير جدا في عمليه اداره المخاطر. Risk identification considers source of risk, areas of impact and potential events and their causes and consequences. اكيد وانا بعمل عمليه الريسك ايدنتيفيكيشن بفهم مصدر الريسك، الريسك ده جه منين او جاي لي منين وهيسمع فيه، يعني جاي منين وسافرت لفين، هيجي منين وهيسمع فين، السورس اوف ريسك والارياز اوف امباكت، وهيضرب الريسك ده لما هيضرب لي فين، ان بوتنشال ايفنت والاحداث او النتائج المتوقعه عنه، والكوزز والكونسيكونسز والاسباب والنتائج. وانا بعمل تحديد المخاطر او الريسك ايدنتيفيكيشن لازم كل الكلام ده يبقى في اعتباري او ان انا اعمله او انفذه او ان انا اوصل لي. Risk analysis considers the impact and likelihood of each risk. طب وانا بعمل مرحلة risk analysis، شفت ربط، انا لسه بقولك في البروسيس على عكس البرينسيبلز والفريمورك بيتكلم معاك في general، لا ابتدى هنا يدخل معاك في حاجة اكثر تحديدا واكثر عمقا، بيقولك وانا بعمل الidentification بعمله ازاي، وانا بعمل الanalysis بعمله ازاي، او بركز على ايه، او لازم اراعي. في مرحلة الريسك اناليسز باخد في اعتباري الامباكت واللايكليهود لكل ريسك، الاثر بتاع الريسك ده ايه، ودرجة احتمالية حدوثه. وانا بعمل تقييم للريسك او انا بعمل تحليل ريسك، الريسك اسسمنت، بعمل ريسك اناليسز، لازم دول احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير، عشان كده الايزو جميل فيه ان هو بيبقى اعادة اللي احنا قلناه بس بشكل مختلف، بعتمد على عنصرين اساسيين اللي هو الامباكت واللايكليهود. طيب ريسك ايفالويشن بريوريتايز ذا ايدنتيفايد ريسكس، خلاص وانا بعمل مرحله بقى الايفالويشن ببتدي اعمل البريوريتايزيشن بتاعي، ارتب والله انا هتعامل مع انهي ريسك الاول،
ريسك سي ولا اي ولا اي ولا بي، وفقا طبعا للايدنتيفيكيشن والاناليسز اللي انا عملته لكل ريسك. اه والله الريسك ده هاي، فبالتالي لازم اتعامل معاه الاول. الريسك ده لا، ما ميديم، ممكن يستنى شويه. الريسك ده لو ريسك فبالتالي لا، ممكن يستنى شويتين، وهكذا. ريسك تريتمنت ديسايدز اون ان ابروبريت ريسك ريسبونس. طيب مرحله الريسك تريتمنت دي ان انا ببتدي اتعامل مع الريسك، اختار ريسبونس من الاتي اللي احنا برضو اتكلمنا عنهم قبل كده، يا اما افويد او لا والله يا عم انا ايه ماليش في السكه دي، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، انا مش عايز الريسك ده خالص، ولا عايز اشوفه ولا عايز اتعامل معاه. فانا كان عندي مثلا والله انا مصنع او شركه بنتج مثلا 5 انواع من المنتجات، زبادي وعصاير والبان فانا اقول لا والله خط الزبادي مش ظابط الكلام مع الناس، وبيجي لي منه مشاكل كتير، ومش عارف ممكن مخاطر يحصل ايه، والصلاحيه بتاعته ما بقدرش احط فيها مواد حافظه بالقدر الكافي، فبالتالي اسبوعين وبيرجع لي اقول لك ايه الغي خط انتاج الزبادي. فانا كده عملت افويد للايه للريسك ده اصلا. طب شير؟ لا شير ان انا هاخد الريسك ده انا قبله، بس بقول لحد ايه، بقول لك ايه ما تيجي تشيل معايا، زي مثلا ان انت معايا عربيتي فانا بروح امن عليها، ان لو لا قدر الله حصل حادث في حد تاني هيشيل معايا الليله، تمام؟ او فانا بنقل الخطر لحد ايه، لحد تاني. ريديوس ان انا والله احط بقى يعني حاجات تقلل من الكنترول، زي مثلا ان ايه تلاقي حد كده مركب على العربيه بتاعته اكسدام حديد، ده علشان ايه، هو بص ناوي يخش مش همه حاجه، هيعمل تدمير بس هو طلع منها بسلام، مش محتاج يعمل شير لحد. الراجل اللي عمل شير ده بقى هو اللي ربنا معاه، انما ده هو عمل ريديوس للريسك اصلا، خلاص هو حوط العربيه باكسدام حديد فمش قلقان من اي حاجه. او ان اكسبت، او واحد تاني يقول لك لا يا عم ايه خليها على الله مش مشكله، وقت ما تبقى العربيه تتخبط ولا يحصل حادثه ساعتها نبقى نشوف هنعمل ايه في الابيتايت بتاعي، انا قابلها مش مشكله، بدل ما ادفع مثلا كل سنه قسط تامين 5 6000 جنيه، لا اخليني انا ايه انا اكسبت، ولما تحصل حادث لا قدر الله هيتلم ب 1000 ولا 2000 جنيه. ده يعني مثال علشان نبقى فاهمين الفرق بين كل واحد من دول. وعلشان استكمال في نفس مثال العربيه، الافويد ده ممكن حد يقول لك ايه لا بيع العربيه خالص، انا اصلا ماليش في العربيه. المونيتورنج والريفيو بيفالويت whether the risk treatments are effective. بعمل بقى عمليه مونيتورنج، عمليه ريفيوينج، علشان افضل متاكد ان التريتمنت اللي انا خدتها ديت، سواء الافويد سواء الشير الريفيوز الاكسبت، كانت هي افضل كنترول او افضل ريسبونس انا اخدته مع الريسك في ظل الابيتايت بتاعي. انا عايز اتاكد ان خلاص انا مثلا قلت ان انا هريديوس، وبناء على كده خدت او حطيت كنترولز من شانها ان هي تميتيجيت الريسك او ان هي تريديوس الريسك، وبالتالي انا بعمل المونيتورنج او الريفيوينج عشان اتاكد ان الريسك زي ما هو، وان الكنترولز اللي انا حطيتها محجمه الريسك زي ما انا عاوز، وان الريسك معليش وبقى هو المسيطر على الايه، على الكنترولز اللي انا حطيتها، تمام؟ ايزو 31000 responsibilities for risk management. هنقول مسؤوليه كل حد يعني في 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 وفقا للايزو، مسؤوليه البورد. The board is responsible for overseeing risk management and has overall responsibility for ensuring that risks are managed and the risk management system is effective. طيب البورد هو اللي مسؤول عن الاشراف ومراقبه عمليه الريسك مانجمنت، وهو اللي معاه المسؤوليه الاخيره او النهائيه في التاكد من ان المخاطر بيتم ادارتها بشكل جيد او بشكل فعال. هو اللي مسؤول عن انه يتاكد ان المخاطر اللي بتتعرض ليها المؤسسه بيتم ادارتها بشكل فعال، ولكن مش هو المسؤول عن الإدارة، مش هو اللي بيدير، لكن مسؤول إنه يتأكد إن في إدارة فعالة للمخاطر. طب مين اللي هيدير؟ المانجمنت. Management is responsible for setting the organization's risk attitude, which is defined by ISO as an organization's approach to assess and eventually
pursue, retain, take, or turn away from risk. Management also identifies and manages risks. طيب خلينا نبدأ الأول بالجزء الأخير، إن الـ responsibility بتاع management إن هي تidentify وتmanage الريسكس، هتحدد المخاطر إيه هي وتتعامل معاها وتديرها. طيب وهي اللي مسؤولة عن إن هي تحدد الريسك اتيتيود. طب يعني إيه الريسك اتيتيود؟ هو الديفينيشن اللي إحنا قلناه ده اللي هو معناه إيه برضه؟ هقول لك اللي هو معناه ريسك اتيتيود، يعني السلوك بتاعي الاتيتيود بتاعي تجاه الريسك، وبيبقى في المجمل كده حاجة من ثلاثة، يا إما أنا ريسك افيرس، الاتيتيود بتاعي إن أنا ريسك افيرس، فتيجي تقول والله يعني إحنا حاجة حتى في الحياة العامة كده تقول مثلا فلان لا 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 فلان ما يعملش التصرف ده، التصرف ده محتاج حد ريسكي شوية، محتاج حد ريسك تيكر، فأنا عندي ريسك افيرس، ده اللي هو بيبقى لا عايز يمشي كده جنب الحيطة مش عايز مخاطر. وفي واحد تاني لا ريسك تيكر، ريسك سيكر، بيدور على المخاطر فين، لانه عنده يقين ان المكان اللي فيه مخاطر هو المكان اللي فيه earnings، هو المكان اللي فيه profits، فبالتالي هو ريسك تيكر ريسك سيكر. وفي اللي في النص اللي هو بقى يعني ايه neutral، ما بين ده وما بين ده، شويه كده وشويه كده، تمام. فده الاتيتيود، هو ده الريسك اتيتيود. المانجمنت هي اللي مسؤوله عن ان هي بتست الاورجانيزيشن ريسك اتيتيود، المؤسسه دي الريسك اتيتيود بتاعها ايه، هل هي ريسك تيكر، هل هي ريسك افيرس، وهيفر. طيب احنا بقى دورنا ايه في القصه ديت؟ ذا انترنال اوديت اكتيفيتي از ريسبونسبل فور بروفايدنج اشورنس ريجاردنج ذا انتاير ريسك مانجمنت سيستم. انا دوري ان انا ببروفايد اشورنس، ومش assurance بس، ممكن assurance وممكن consulting regarding the entire risk management، عن عملية risk management كاملة، principles بقى بتاعتها بالframeworks بالprocesses بالpolicies بالprocedures كامل، أنا مسؤول إن أنا أقدم عنها assurance، يعني إن أنا أقول والله الدنيا تمام وعملية risk management دي بدرجة معقولة كويسة، او لا والله عملية الريسك مانجمنت دي فيها بعض اوجه القصور ومحتاجه بعض التحسينات. طيب جميل، طيب انا دلوقتي عشان اعمل اشورنس، انا كانترنال اوديتور، مش احنا قلنا الريسبونسبيلتي بتاعتنا او الرول بتاعنا ان احنا بنبروفايد اشورنس؟ طيب انا دلوقتي لو عايز ابروفايد اشورنس اباوت الريسك مانجمنت سيستم اعمله ازاي؟ وفقا لايزو 31000 قالت لي ثلاث طرق حلوين قوي ممكن ان انا ببروفايد بيهم الاشورنس ده. الطريقه الاولانيه اسمها الكي برينسيبلز، والطريقه الثانيه اسمها البروسيس اليمنت، والطريقه الثالثه اسمها الماتيوريتي موديل. تمام، ده اخر حاجه يعتبر معانا في اليونتي. طيب دولت اللي احنا اتكلمنا عنهم فوق لما احنا قلنا هنستخدمهم تاني، يعني احنا اتكلمنا عنهم متهيألي اتكلمنا عنهم فوق بس مش فاكر فين. المهم اول حاجة او اول طريقة، طريقة الكي برينسبلز. الكي برينسبلز دي اللي هي ايه؟ اللي هي البرينسبلز اللي احنا اتكلمنا عنها. ماشي، هي ما كانش مكتوب الكي برينسيبلز ك ك كابروتش للتقييم يعني، انما كان فوق البرينسيبلز بس. مش احنا دلوقتي قلنا ان الايزو عباره عن ثلاث حاجات، صح؟ عباره عن البرينسيبلز اللي احنا اتكلمنا عنها، وعباره عن الفريم ورك، وعباره عن البروسيس، صح؟ فهو بيقول لك طب انا هعمل طريقه تعتمد على تقييم البرينسيبلز دي، يعني مش تقييم البرنسبلز، تقييم عمليه اداره المخاطر ملتزمه بالبرنسبلز دي ولا لا. The key principles approach evaluate whether the 11 risk management principles are in practice. انا دلوقتي هقوم جايب ورقه وقلم وماسك ال 11 principle دول اهم، واقوم قايل كده واحده واحده، والله ها
وانا دلوقتي عايز بروفايد اشورنس عن الريسك مانجمنت في مؤسسه اكس، انا شغال في مؤسسه اكس وعايز اقول والله دلوقتي طلب مني ان انزل اعمل اوديت على الريسك مانجمنت، وعايز اقول الناس بتاعت الريسك مانجمنت دي بتدير المخاطر صح، وان عمليه الريسك مانجمنت دي هي افضل حاجه ولا لا، ولا في قصور ومحتاجين نعمل تحسينات. فعندي ثلاث طرق. اول طريقه ان انا اقوم قايل يا جماعه والله انا هشتغل معاهم بالابروتش اللي اسمه الكي برنسبلز. يعني ايه يا باشا الكي برنسبلز؟ يعني يا جماعه الايزو حدد 11 مبدا قال ان عمليه الريسك مانجمنت لازم يبقى فيها ال 11 مبدا دول. فانا همشي معاكم كده واحده واحده واشوف ال 11 مبدا دول متوفرين ولا لا. ها اول حاجه الريسك مانجمنت بتكرييت وبروتكت الفاليو. اه تمام تمام، لا مش تمام يبقى نقف. طب الكلام ده تمام ازاي؟ يعني انا بقى ده دوري بقى ان انا كمراجع اشوف والله طب هي بتكرييت وبروتكت الفاليو يا جماعه، اسال الناس بتوع الريسك قالوا لي اه طبعا. طب بتعملوها ازاي دي؟ بنعملها من خلال كذا وكذا 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 وهكذا على ال 11 عنصر اللي احنا كنا شرحناهم في اول المحاضره. تمام تمام، يبقى دي كده الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اسمها البروسيس اليمنت. البروسيس اليمنت ده ابروتش بيفاليويت whether the seven risk management elements have been put into practice. مش احنا برضو اتكلمنا هنا قلنا ان الايزو بروسيس ريسك مانجمنت بروسيس بتتكون من سبع عناصر؟ نفس القصه، هشوف عمليه الريسك مانجمنت ماشيه ازاي. هل يا جماعه في الكوميونيكيشن متحدده ولكل الناس وكل واحد ستراكتشرد وعمليه مستمره؟ هل يا جماعه في بيتم تحديد الكونتكست وفهم الانترنال والاكسترنال فاكتورز؟ طب بتعملوا الريسك ايدنتيفيكيشن ازاي؟ بتعملوا الريسك اناليسيز ازاي؟ بتعملوا الايفالويشن ازاي؟ التريتمنت المونيتورنج كل مرحله من دول بشوف بيعملوها ازاي واتاكد ان هي بتتم بافضل شكل ممكن. تمام يبقى الدنيا تمام، مش تمام يبقى في عندي قصور في نقطه معينه ومحتاج ان انا اعمل لها امبروفمنت. دي تاني طريقه. فالطريقتين دول اوريدي معتمدين على حاجات احنا خلاص شرحناها. طيب الطريقه الثالثه بقى، الطريقه الثالثه دي اسمها الماتيوريتي موديل. ماتيوريتي موديل ابروتش، ذا ابروتش از بيزد اون ذا برينسيبل ذات افكتيف ريسك مانجمنت بروسيسز ديفلوب اند امبروف وذ تايم از فاليوز ايدد ات ايتش فيز ان ذا ماتيوريشن بروسيس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هنقول دلوقتي. Accordingly, this approach determines whether the risk management process is on the maturity curve and evaluates whether it's progressing as expected, adds value, and meets organizational needs. طيب الماتيوريتي موديل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن موديل احنا بن 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 بننشئه او بنكونه او بنعمله احنا دلوقتي كريسك مانجمنت، او ان احنا انترنال اوديت واحنا بنأوديت على ريسك مانجمنت عشان اقدم اشورنس. تمام، وانا بقول احنا كريسك مانجمنت لان وارد الريسك مانجمنت يكون عامل نفسه الموديل ده. على فكره ماتيوريتي موديل ده باختصار يعني ايه؟ يعني سكيل كده، سكيل وفقا للبروجريس بتاعي، وفقا لما كل الجريد بتاعتي هتعلى. موديل موديل يعني نموذج للماتيوريتي. انا فين الماتيوريتي بتاعتي؟ فانا والله مثلا ضعيف، لا انا بقيت مقبول، لا انا في مرحله المتوسط، لا انا في الجيد، لا انا في الجيد جدا، لا انا في الممتاز. هو ده كده ماتيوريتي موديل. بس اجي اقول بقى ان انا في الضعيف دي لما ابقى كذا وكذا 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 ببقى ضعيف. انما لو والله بقى عندي بوليسز مثلا للريسك مانجمنت ومحدد مثلا الريسك ابيتايت فانا بقيت مقبول. انما لو بقت عندي في بقى البوليسز بتطبق فعلا يبقى انا كده، لا ده انا كده متوسط. انا كل دي امثله بقولها. تمام، انما لو عندي البوليسز وفقا للبيست براكتسز وعندي فعلا مش عارف البورد مش عارف مشترك في ايه وبيراقب بنفسه ايه ولا لا، يبقى انا كده جيد. فانا دي عباره عن كرايتيريا، كل مرحله ليها كل ستيب او كل جريد في الماتيوريتي موديل ده ليه كرايتيريا معينه. اول انا ما بحقق الكرايتيريا دي يبقى انا كده تمام واقدر اسكيب للايه للجريد اللي بعديه.
فهو بيقول لك على سبيل المثال مثلا an example maturity curve او maturity model is the capability maturity model. تمام ماشي، ده مسمى تاني. this model consists of the following five maturity. بيقول لك انا هديك مثال كده لموديل اسمه الكابابيلتي ماتيوريتي موديل، يقول لك نفس الفكره، بيتكون من خمس درجات: initial, repeatable, defined, managed, optimizing. بيقول لك مثلا على سبيل المثال ال initial level few processes are defined، عندي مجموعه قليله من البروسيس هي اللي defined. انما في الريبيتبل لا، level basic processes are established، مجموعة من العمليات الأساسية. الأول كانت عمليات قليلة، هنا لا، الأساسية بقت خلاص متواجدة عندي. طب مرحلة الـ defined، الـ standards are developed، عملت standards. طب الـ managed، لا والله بقى فيه performance measures. طب الـ optimizing، دي عملية الـ optimizing دي اللي هي أفضل حاجة. طب طالما وصلت لأفضل حاجة خلاص أقعد أربع بقى؟ لا، ما عندناش كده، لأن طالما وصلت لأفضل حاجة واحنا في دايما تشينجز وفي دايما نيو وفي دايما ريسكس، فبالتالي محتاج يبقى في كونتينيوس ايه، كونتينيوس امبروفمنت. يبقى هو ده الماتيوريتي موديل ببساطه بسهوله، عباره عن نموذج بقيم عليه. انا دلوقتي بقى نازل كانترنال اوديتور، يا جماعه انا هقيمكم. طب هتستخدم ايه، طريقه الكي برنسبلز ولا البروسيس اليمنت؟ لا، انا هستخدم حاجه ثالثه خالص، انا هستخدم طريقه الماتيوريتي موديل. ايه الماتيوريتي موديل؟ والله يا جماعه انا هشوف انتوا كريسك مانجمنت في المؤسسه الماتيوريتي بتاعتكم ايه؟ هل انتم يا دوبك حددتوا بس بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنبتدي نشتغل ازاي؟ ولا بالفعل ابتديتوا تشتغلوا؟ ولا انتم شغالين بقالكم فتره؟ ولا انتم شغالين ووصلتوا للاوبتيمم ليفل؟ وهكذا. واقول يا جماعه انتم في المرحله دي. تمام؟ وسائل كلها وسائل للتقييم، يعني دي كل دي وسائل للتقييم. دي ايزو 21000 ديسكرايبس 3 ابروتشز تو بروفايدنج اشورنس. يبقى كل دي طرق للتقييم، دي شغاله دي شغاله دي شغاله. The basic principle of this approach is that risk management must add value. اهم حاجه في الابروتش ده اللي هو الماتيوريتي موديل، ان هو بيقول لك ان لازم الريسك مانجمنت، عمليه الريسك مانجمنت عشان توصل للمرحله الاوبتمايزنج وان هي تبقى يعني خلاص وصلت كده لذروتها، ان هي تبقى بتاد فاليو. A critical aspect of the maturity model approach is that risk management performance and progress in executing the risk management plan should be linked with performance measurement system. بيقول لك في نقطة مهمة قوي وحساسة قوي في المنهج ده اللي بيشتغلوا بيه، ان لازم أداء عملية إدارة المخاطر يكون مرتبط مع نظام لمقاييس الأداء، performance measurement system. such a performance system typically consists of the following. ما هو انت دلوقتي عايز تشوف، انت عايز تشوف الناس، انت قلت انا هعمل سكيل او هعمل موديل، والموديل ده خمس مراحل، ست مراحل، سبع مراحل، ايا ما يكون، زي الفلتر كده، وانا عايز اشوف انا فين في المراحل دي، صح؟ انا فين في اي جريد. طيب انا ده هعمله ازاي؟ ما هو انا لازم يكون في عندي performance measurement system، لازم يكون في عندي نظام لقياس الاداء. طب يعني ايه نظام لقياس الاداء؟ قال لك تعالى اقول لك يعني ايه نظام لقياس الاداء. such a performance system typically consists of the following. انظمه قياس الاداء دي بتتكون من حاجات زي دي كده: performance standards، ان انا اصلا يكون عندي standards معينه، criteria on how the standards can be satisfied، وشويه criteria كده تقول لي ازاي احقق الستاندردز دي، a method of comparing the actual performance with each standard، واني اعمل كومبير بعد كده باللي انا اللي كان التارجت مع واقارنه بالاتشيفد، a method of recording and reporting performance and improvement، وبعد كده اعمل ريبورتنج بالكومبيرنج اللي انا عملته ده، وبيريودك اندبندنت فيريفيكيشن اوف مانجمنت اسسمنت. يعني ايه؟ يعني البرفورمانس ميجرمنت سيستم، انا لو عايز اقيس بكل بساطه كده، اقيس اداء حد، طالب في نجح في الثانويه العامه، او انا عايز لسه ما نجحش، انا هو عايز اقيم اداء طالب في الثانويه العامه، في الجامعه، في اي حاجه، هعمل ايه؟ بكل بساطه هشوف هو التارجت بتاعه ايه. والله انا التارجت بتاعي ان انا عايز ادخل مثلا كليه مش عارف حقوق، فانا محتاج ان انا اجيب حوالي 70%، ده التارجت بتاعي. طب تمام ماشي، مش لازم كل الناس يبقى التارجت بتاعها 100%، لا، ممكن حد التارجت بتاعه 70، ممكن حد التارجت بتاعه 60 50، وات ايفر.
طيب يبقى ده التارجت، يبقى ده البرفورمانس ستاندرد. اشوف بعد كده، طب انت علشان تقدر توصل ل 70% دي، انت يا باشا محتاج ان انت تذاكر ربع ساعة في اليوم. يبقى ده كده الكرايتيريا اللي هتخليك ساتسفايد، تخلي الستاندرز اللي انت الزمت نفسك بيه ده تقدر تحققه. بعد كده اقارن، جت بقى النتيجة طلعت والله جاب 72%، او مقارن الاتشيفد بالتارجت، لقيت فعلا الاثنين تمام. يبقى اذا كده احنا البرفورمانس ميجرمنت سيستم اللي احنا عملناه ده قال ان الدنيا تمام ومظبوطه. اقوم رافع تقارير، ارفع بقى تقارير بالكلام ده للاداره، يا اداره احنا لما عملنا قارنا التارجت بالاتشيفد لقينا الدنيا كويسه ومظبوطه. طب جينا واحنا بنقارن لقينا جاب 68%، لا يبقى كده في مشكله. تقرير ويا اداره احنا لقينا فيه مشكله ان التارجت في ديفيشن عن الاتشيفد، الاثنين مش ماتش. طب اسباب ده ايه؟ ونحاول نعالجه ونشتغل عليه ونتابع و و و هيقودنا للنقطه اللي بعد كده، ان يبقى في بيريودك اندبندنت فيريفيكيشن اوف مانجمنت اسسمنت. تمام. اخر حاجه التيرنبل ريسك مانجمنت فريم ورك، ده ان كونتراست وذ ايزو 31000 برنسبلز بيزد ابروتش، ذا تيرنبل ريسك مانجمنت فريم ورك انفسيس is on internal control. The assessment of its effectiveness and risk analysis. طيب. ال turnable risk management framework ده بيركز على ايه؟ ده مش زي الايزو او الاي ار ام اللي بتركز ان هي risk management framework، لا ده هو هنا بيركز على الانترنال كنترول. مش احنا في عندنا ريسك وفي عندنا كنترول؟ ففي اطر او في نظريات او في فريم وركس بتقول لك طب ما تيجي نشوف عمليه اداره المخاطر وتركز عليها، وكده كده وهي بتتناولها هيتناول الانترنال كنترول لان هو كله ملمس ببعض. وفي فريم وركس ثانيه تقول لك لا تعال نبص للانترنال كنترول وهو ده اللي نركز عليه، وانا لما هبني سور قلعه قوي بالتالي محدش هيقدر يدخلني فمفيش ريسك هيدخلني. وفي ناس تانية تقول لك ايه طب ما تيجي افهم العدو بتاعي كويس اللي هو الريسك عشان اقدر احط الدفاع المناسب. فهي يعني فكرتين الاثنين كده كده مكملين لبعض، بس نعرف هنا ان التيرم الريسك مانجمنت فريم ورك ده بيركز وبيهتم بالانترنال كنترول تمام، وتقييم مدى فعاليته او مدى فقط. يعني كده خلصت خلص الايزو، وان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه نبتدي في يونت 5، واشوفكم على خير والسلام عليكم.